بتهم جديدة ومتنوعة يلاحق نظام أسد ما تبقى من قادة فصائل المصالحة في مدن وبلدات درعا. أما الحديث عن الاتفاق الذي عقد بينهما حول حمايتهم وعدم التعرض لهم مقابل تسليم درعا فلم يعد له ذكر في دولة الأسد. فرع الأمن العسكري التابع للنظام في درعا يواصل مداهمة منازل المدنيين واعتقال عدد من قادة فصائل المصالحة، كان آخرهم وبحسب مصادر لأورينت عبد الكريم الخبي الذي وجهت إليه تهم بتصفية عناصر من ميليشيا أسد والمدعو أبو جعفر تاو المتهم بالعمالة لإسرائيل. أما إياد الغانم فقد تم اتهامه بالتعامل مع المخابرات الأردنية عن طريق أشقائه الموجودين في عمان. ورغم أن عددا كبيرا من هؤلاء أظهر ولاءه الكامل لنظام أسد وتحولوا لعملاء له من خلال عملهم كمخبرين في البلدات والمدن التي ينتمون إليها وبالتالي اعتقال العشرات من أبناء جلدتهم، إلا أن النظام يبدو بأنه لم يعد بحاجة إليهم ويسعى من خلال حملة أمنية ممنهجة إلى التخلص منهم واحدا تلو الآخر بحسب ما يقوله أهالي المنطقة.